اهدى بقى صلاح كده، يجرى لك حاجه. ضعت يا يوسف، مستقبلي ضاع. يا عم لا ضعت ولا حاجه، هتعدي صدقني. ما كنتش عايز اموته، ما انت انت كنت موجود يا يوسف، والله العظيم كنت عايز اموته. عارف، مصدقك. انا ضربت طلقه في الهواء وطلقه في الارض، قعد يرد عليا. والله العظيم ما اعرف لو هو مسدس في شنك، والله العظيم ما كنت عارف. عارف، اهدى بس، اهدى اهدى. هيعملوا معايا ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، تعدي على النيابه تقول اقوالك وهيفرج عنك، لان دي مش اول مره تحصل. انا عايز اكلم البيت، عايز اكلم امي. ما تكلمش حد دلوقتي الا لما تهدى. خد يا ابني تعالى اشرب العصير. عصير ايه يا عم؟ انا ماليش نفس الحاجه خالص. يا عم اشرب عشان تصلب طولك وتعرف ترد قدام وكيل النيابه. فتحت؟ لا لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا استاذ تمام. ايه الاخبار؟ مفيش فايدة، دماغها ناشفة مش عايزة تفتح لحد. لا حول ولا قوة الا بالله، كل ده لها ابوها برضه. معلش، امها جوه يا ابن. ايوه استاذ تمام، امها جوه. طب ما تحاول معاها انت يا استاذ تمام، يمكن تفتح لك. هحاول. اتفضل حاول معاها والنبي. افتحي يا منى، افتحي يا بنتي، انا عمك تمام. يا بنتي عيب كده، ده انا اول مره اخبط على بابكم. افتحي، انا هتكلم معاكي خمس دقايق وامشي على طول، مش هطول. افتحي ما تخافيش، انا لوحدي. ايوه يا استاذ تمام. ايوه يا اخويا. صح. ايوه يا اخويا. قتلوا، قتلوا يا استاذ تمام. الحكومه قتلت جوزي. جميعا. اروح فين ولا اجيب منين؟ اسكت ولا اتكلم ولا اعمل محضر في الحكومه؟ قول له اعمل ايه؟ ما تتكلم. سكت ليه يا استاذ تمام؟ سكت ليه؟ سكت ليه؟ اقول لك تعمل ايه؟ وحد الله في قلبك. واحدة لنا من غيره، بنوحده يا اخويا قبل ما يموت وبعد ما مات وفي كل اهدان. هو احنا ورانا حاجة غير لا اله الا الله محمد رسول الله؟ البنت هتموت من ساعة ما سمعت الخبر، جالها بالسكتة. معقولة؟ معقولة يا ولاد؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ اعمل ايه؟ مش كده يا مونة، امار مش كده، حرام عليكي. اهدي انت بس وسيبي مونة عليا. هاتلي حاجة اسكت، مش هتكلم اكتم فوق خالص. اسمعيني كويس يا مونة بنتي، قال الله تعالى في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني يا بنتي لما حد فينا يمر بموقف صعب زي ده لازم يقول قدر الله وما شاء فعل، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عيطي يا منى، عيطي يا بنتي، البكا فرج وتطهير للنفس. أنا عارف إن أبوكي ألف رحمة ونور عليه كان عزيز عليك قوي، بس مهما كان ما يعزش على اللي خلقه، ولا إيه يا منى يا بنتي؟ وهو دلوقتي بإذن الرحمن في مكانة عالية، هيكون مسواه الجنة إن شاء الله. ادعي له يا منى، ادعي له. لبسته الحزام وسرحت له شعره قبل ما ينزل، شكله هيبقى حلو قوي وهو هيقابل ربنا. الحشيش حرام؟ طبعا حرام. طب والقتل؟ اشد من الكبائر. يبقى لينا حق لازم ناخده.
تاخديه من مين ولا مين يا بنتي؟ دي حكومة. حكومة. وبعدين احنا سمعنا ان اللي قتله ما كانش قاصد، يعني ضربه بالنار غلط، قتل خطأ. اللي يطلع طبنجة من جيبه بيصلحها مش عشان يزمر بيها، عشان يقتل. لا انت كده بتفكري غلط يا ماما. تصدق بقى ان انا اول مرة افكر صح. مش هنزل دمع من عيني إلا لما أخد له حق. هيا صلاح، ممكن بقى توصف لي وبالظبط ايه اللي حصل يوم الحادثه؟ حضرتك انا كنت ضمن قوه الضبط واحضار لالقاء القبض على المجني عليه. فوجئنا بالعربيه البيجور المبلغ عنها حضرتك فندم بتقف قبل الكمين بحوالي 50 55 متر. العربيه لفت وجرت عكس الاتجاه. حد الضابط امرنا ان احنا نطرد السياره. ومحدش في القوه كلها عارف ان المسدس اللي معاه ده مسدس صوت. حضرتك يا فندم محدش كان يتوقع ان هو معاه مسدس صوت. يا فندم انا كنت في حاله دفاع شرعي عن نفسي. القانون بيقول ينشا حق الدفاع الشرعي. بس تقارير المراقبة بتاعتنا بتقول انه كان تاجر صغير وما بيشيلش مسدس. ايوه يا فندم، انا كنت ضمن القوة حضرتك ومش هستخدم المسدس غير بأمر حضرة الضابط. يفرج عنه بضمان وظيفته. فين الاغاني اللي هرينا بيها طول النهار؟ حمك منصور بيودع، ما اقدرش اعلي التسجيل تبقى عيبه. هو تعبان قوي كده؟ اخر ايامه، ادعي له بالتعديل. ليه بس كده؟ قول ربنا يشفيه. بيقول لك بيودع، لا اله الا الله. محمد رسول الله. اجيب لك البوكس. ايه؟ كده يبقى خمسه. ماشي. ماذا احمد؟ ماذا؟ تعال. يا حمار. اول تعمل دي تقابلها وبعدين تعمل التانية. حاضر يا اسطى. هتقضي الجمعه كلها في الباب ده ولا ايه؟ لا يا اسطى، على طول والله اخلصها يا اسطى. على طول هتخلصوا ايه؟ خلصوا يا اسطى. يلا. حاضر يا اسطى. من هناك. صباح الخير يا استاذ سعيد. صباح الفل يا ابله ليلى. الحاج عامل ايه؟ والله تعبان يا أبلة وتعبنا معاه. معلش يا اسطى، شد حيلك، ربنا معاك. اه نعمل اللي علينا ان شاء الله، ربنا يشفيك. اسمع من بوقك ربنا. طب قول يا أبلة ما تنزلش اشربي حاجه. تشكر يا اسطى. سلام عليكم. الف سلام. مصر غالية عليا يا امي، مش عايز الا اشكيلك يا امي. مصر غالية عليا يا امي، مش عايز الا اشكيلك يا امي. مصر غالية عليا يا امي، مش عايز الا اشكيلك يا امي. مصر غالية عليا يا امي، مش عايز الا اشكيلك يا امي. الحقي ده في مظاهرات في الكليه. واحنا مالنا؟ اقفلي باب المكتبه وما تدخليش حد. ايوه يا دكتور. انا قفلت باب المكتبه. في طلبه عندي. حاضر يا دكتور. ابو كريم، ازيك يا جابر؟ عامل ايه؟ نهار ابيض. عندك زحمه؟ اجي لك بعدين. زحمه مين يا عم؟ قوم يالا، قوم يالا، بقالك ساعه لازق في الكيبورد. ما
واحد غريب واحد جديد. قشطة. معلش يا اخويا رصص لك، يعني في حد كده بعت لي حاجه على الايميل ولازم اشوفها. عيش حبيبي عيش براحتك. بقولك يا جابر. ايه يا حبيبي؟ اخش على رسائل منين؟ يا ام كريم انت نسيت ولا ايه؟ اهو كده انت دخلت على الرسائل. ليه بس كده؟ في حاجه يا كريم؟ ايميل جالي بالانجليزي ومش عارف اقراه. بسيطه يا عم، اول ما يجي عيل من العيال بيعرفوا يقروا انجليزي يقراهولك. وانا لسه هستنى العيل. انا اروح جاري اجيب من المدرس الانجليزي بتاع الواد عادل اخويا وهو هيخلص لي كل حاجه. سلام. سلام. جابر. ها. معلش يا اخويا اصل كنت عايزك في خدمه كده. اومر كريم. كنت عاوز حته جهاز صغير كده احطه عندي في البيت كونهولي يعني. وشوف تكاليفه كام. لا يا عم بسيط، انت تفوت عليا بالليل اكون فنطت لك الحزمه كده واقول لك اعمل كام. اصلا سلام يا فريند. بقى لسه في طلبه بتعمل مظاهرات اهو. اي تفريغ للكابت اللي جواهم. وهي المظاهرات تفريغ يا ليلى؟ دي حقوق انسان ولازم نطالب بيها في اي وقت وباي شكل. حقوق مين يا فاتن؟ احنا قعدنا 10 سنين في الجامعه نعمل مظاهرات، ايه اللي اتغير؟ احنا اللي اتغيرنا من جوه. بقينا نعرف نلعب استيميشن كويس قوي ونشد سجاير جامد جدا. اهم حاجه بقينا بنشرب قهوه وساده. صحيح يا ليلى، السؤال ده محيرني بقاله سنين. ليه ايام الجامعه كنا بنشرب قهوه وساده؟ كنت شايفه نفسي مفكره وفيلسوفه، ومش معقوله بقى بنت زي مفكره وتشرب قهوه سكر زياده. كنت مرغمه عليها. مرغم عليك يا صبح مغصوب يا ليل. لا دخلتها برجليا ولا كان لي مين، وبكره هخرج منها شايلين شيل عجبي. ايه يا جماعه احنا هنقلبها غم ولا ايه؟ احنا قاعدين نضحك الصبح. افتكرت ايام الجامعه، ايام حلوه ومحدش فاهم حاجه ولا حد دريان بالعمر اللي بيجري. صح يا فيها خيال ما تقوله. حاضر يا استاذ. الاستاذ طالع، شو الحاجات دي بسرعه بسرعه. امسك 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 استاذ طالع. انا مش عارف بس ايه اللي خلص الصاله بدري كده. نمشي ولا نعمل ايه؟ ياض استنى. هات هات شيلها هنا شيلها هنا هنا. طب اعمل ايه انا؟ ولا اقول لك بلاش هنا هيشوفها. يا لهوي. طب وبعدين؟ خد خد استر يا رب استر يا رب. اطلع على السطح يلا اطلع بسرعه بسرعه. ما يخش الشقه انزل وانا حصلك. خد خد دي معاك. هتخرج الساعه 7 من الكوافير. ماشي يا غالي. يلا يا اخويا كوافير او زفت ايه؟ يا لهوي. استر يا رب استر يا رب. سلم يا رب سلم يا رب. لما انت هنا ما نزلتش تصلي العشاء في الجامع ليه؟ انا كنت نازل يا حاج، بس انتوا اللي خلصتوا الصلاه بدري. يا اخويا كان نازل يصلي. طب يلا يا اخويا اتفضل انزل صلي العشاء في الجامع. حاضر حاضر يا حاج. لا اله الا الله محمد رسول الله. بقولك ايه يا شوقي؟ أيوة. والنبي يا ابني هات لنا بجنيه قش معاك وانت جاي. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امال العشاء فين؟ نزلت يا اخويا عند نعمه تتفرج على التمثيليه. نعجة طول فوز كنت الجوز يا ابو عده. انا يا وليه انت مش قايل لك بدل المره 1000 مفيش نزول بعد العشاء؟ يا اخويا ما انا قلت لها تروح تفك عن نفسها شويه، البيت ما بيشوفش الحاره. وهتشوف ايه في الحاره غير القرف والطين وقله الدين؟ يعني يا اخويا لا تلفزيون ولا بتروح كده ولا تيجي كده ولا حد يشوفها ولا تشوف حد كمان. ما اللي عايز يشوفها يجي لها. اهلا وسهلا البيت مفتوح. يلا يا اخت يلا خش غيري هدومك وروح عند هلا. حاضر حاضر. طبعا مش عاجبك الكلام. لا يا اخويا عاجبني وانا في دي اعمله يعني. حاضر. عايزين تعيشوا في ميغه وسبهلله جت كلبله
استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب شاب، ايه في مشاكل في التنفيذ؟ مضايقين عليا وقرفني قوي. عشان انت نضيفه بس. ما احنا في فين؟ دخلناه ليه؟ هو اتهبل ليه؟ انتوا زعلانين مع بعض؟ اخوكي عبيط عاوزني اخرج معاه. ده انت حتى ما بتكلميهوش في التليفون ولا معاكي موبايل. موبايل اللي يسمع من بقك ربنا. بنتي عايشة؟ ايوه ياما جاية اهو. بنتي عايشة؟ ما تيجي يا زينب. مساء الخير يا ام نعم. مساء النور يا زينب. ما تيجي يا ولية. معلش وقت تاني يا اختي. يلا يلا يا بنتي عايشة. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بنتي عايشة، من هنا ورايح مفيش خروج من غير ما تقوليلي، فاهمة ولا لا؟ ما أنا قلت لماما. كلامي واضح يا عايشة؟ من غير ما تقوليلي، وأديني هقولها لك تاني أهو، مفيش خروج من باب الشقة من هنا ورايح، صاحبتك عايزة تشوفك تجيلك هنا أهلا وسهلا، كلامي مسموع؟ حاضر يا بابا. أحضر لك الخير يا أختي. يلا خش جوه. وانت يا ست هانم بلاش تسيب السايب في السايب كده، هتبوظ العيال. يا اخويا ما انت تشد وانا ارخي، لا العيال تطق من جنابها. تطق ولا تتحرق بجهز؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت تشد وانا ارخي؟ ما سمعناش الكلام ده قبل كده. حاضر حاضر يا اخويا. هتضل لك لقمه؟ لا يا اختي مش عايز اطلع، ده انتوا تسدوا النفس جت كل بلد. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. أولي يهم شوية، انت هتكعتش ولا ايه؟ فاشر يا اختي، بس هو المشوار اللي هد الحيل. انت لو قلتي لك جيت معاكي، بس انت عرفتي منين يا قروبه انت يا راجل ده عنده اختبار؟ عشان تبقي تسمعي كلامي بقى لما اقول لك على حاجه. سمعنا. يا لهوي، بصوا الواد بيكنس القطن زي احنا في عرض ندفع. كان جنب سوق العيش. قرص. ما تبقيش تقولي للبت صفيه على تمن السين، لحسن تقفش يا ولية. شيل عينك من على القطن. يا قطن زي الفل يا اخي. الله يسلمك يا حبيبتي. هنعمل ايه؟ قدر ربنا. ربنا يجاوبهولك بالسلامه يا رب. ايه الاخبار يا ست سامية؟ اكل حاجة النهاردة؟ ولا شرب مي. بالشفا ان شاء الله. الحمد لله. ايه يابا بقى؟ شد حيلك كده. طب يابا هروح انا للعيال وبعدين ابقى اجيلك لو عوزت حاجة بقى اندهلي. ها بقول لك يا سعيد، في حاجة بينك وبين سناء؟ لا يابا أبدا. المهم يابا أنت عامل إيه؟ الحمد لله. بص يا سعيد، البيت والدكان لك أنت وأختك سناء ومراتي سامية وابنها بما يرضي الله. إيه يابا اللي أنت بتقوله ده؟ شد حيلك. بيوت إيه اللي أنت بتتكلم عليها يابا؟ هو في حد هياخد حاجة معاه؟ اسمع الكلام، انا مش هكتب حاجه لحد، وكل حاجه تتوزع حسب شرع ربنا. ونعم بالله، طمن كل حي هياخد حقه، بس انت ان شاء الله هتعيش يابا، هتعيش. ربنا يكرمك يا ابني. طب قول لي بقى، اجيب لك شويه شوربه ولا اجيب لك عصير؟ لا يا ابني، قوم روح الورشه وما تقفلهاش، هي اللي لماكم. ودي لاختك سناء ال 20 جنيه بتوع كل يوم. بتاخدهم يابا على داير مليم وهي عندك، اسالها. ربنا يكرمك يا ابني. مستر سيد، عم سيد، عم سيد. ايوه 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 يا ابني، سمعنا سمعنا. هيا تنزل. مالي صعب نادي؟ ايه ده؟ مال وشه محروق ده ليه؟ الفرن هب مننا شويه كان يحرق الدنيا. البق بتاع كل يوم. لا حول ولا
قوت الا بالله. امسك الواد الحمار، نسع الشغل تاني اهو. ما توديش عنده تاني يابا، الافران كتير. وانت راجل قوي، هتشيل الشغل وتوديه الفرن. اغفى اغفى، هات الكرتونه. ارحمنا بقى يابا، عيشتك كلها بقى زيت. قول لي اقعد ارتاح يابا، اقول لك عليا من بكره هقعد. اسطوانه كل يوم بقى. انا قاعد بقول اسطوانات يا صايع، عرت خلق الله. مش عايزك تعمل لي اياته حاجه. يلا روح شوف لك سيجاره اصطبح بيها. منين يا حصره دي بقت مقشفره؟ وتفضل مقشفره طول ما انت ملطع كده على النواصي. اصايع هو في ايه يا سيد؟ هيكون في ايه؟ ابنك ابو لسان طويل مالو. مش عاجباه شغلانه البريك. معلش شايليني شايليني، خلينا نطلع على السوق. لا عيل نافع ولا بنت نافعه. وانا عملت ايه بس يابا؟ عملت ايه؟ الجلابيه وسخه من امبارح، عمال اقول لك اغسليها لي. اخرج بيها السوق كده مقرعه. يو والله نسيت، معلش يابا حقك عليا. انت يا بنت واخده تطوره ولا واخده تطوره؟ بتنسيح تغسلي هدومك؟ بقول لك نسيت ياما، هو انا كفرت؟ طب يلا روحي يا اختي ولعي الوابور، عايزين نعمل الفرخه. يلا بسلامه يا اخويا، انت خلي بالك. يا فتاح حليم رزقك يا كريم. السلام عليكم. السلام اخويا. دخلت ليه يا كريم؟ معلش يابا الكوبري كان زحمه. وايه اللي طلعك الكوبري؟ الا من الارض سالك. لا اله الا الله، كان في لجنه في شارع رمسيس شاده الشارع حبتين. اه كويس انك انت ركبت الكوبري. بقول لك ايه، تاكل يلا؟ لا يا ربنا يخليك، سمعتك وكلت كشري. ما هنش عليك تجيب واحد كشري لابوك، كان موسخ صحيح. مبارك. لا اصيل انا. ماشي. طب مفيش واحد حلو؟ رز بلبن مهلبيه؟ لا مفيش. مش بقول لك وسخ؟ رد على الموبايل بتاعك. يلا ده تليفونك انت يا ابا. اه صحيح. عامل لك ايه؟ ما انت كل شويه تغير النغمه، ده وشتني يا ابو سادة. الو. ايوه. اه معلم. لا لا تحت امرك طبعا. اه حاضر. عناية عناية، نص ساعة أكون هناك يا عم. الأجرة وصلت خلاص يا عمنا. ماشي سلامة أخويا. ألف سلامة. ولا خد ده تستنى وديهم لوسطى جابر، بقول لك مصر هتلعب بكرة وهيبقى عنده زحمة. الله ما نوديهم له بكرة. أما أنت حمار صحيح يا دي، وديهم له النهاردة عشان تقفش إيجار ليلتين. هتفهم إمتى بقى؟ حاضر يابا. وسق صحيح. بقولك ايه يا عم نبيل، ما تشوفنا اي حاجه يا عم الحاج؟ الدنيا ناشفه قوي على اخر اليومين دول. ماشي حلاوه، بس انت فتح مخك وشغل دماغك اللي شبه الدبشه دي ليه بس؟ يعني لما لغيك على نقل تراك ما براني ما تسيحليش ولا الحي كله عارف. يا جدع ما تاخذنيش، ما كنتش اعرف، كنت فاكرها عادي على اساس ان هي عربيه ابوك. ها ايه ده يا ولا؟ ايه العود ده؟ يالا ده عود ايه؟ على البيت. يا سلام بقى لو شويه خيا تدلدقوا. يا مزاج. ايه ده يالا؟ صباح هلا. سلمي عليه. ماشي يا حبيبتي. ايه يا بنت صباح؟ ايه يا عبد الله في ايه؟ ايه اللي عامله في نفسك ده يا بنت؟ الميه مقطوعه بقى لها ايام. ماشي تولع الميه بعد كده لما تعوزي ميه قولي لي، انا اشيلها لك. هاتي. بلاش تتهزي كده وانت ماشيه في الشارع. يلا قدامي. حلاوته. الله. صحيه انت عايزه ايه؟ وحشتيني يا بنت. يا بنت احنا مش اتفقنا كل واحد فينا يروح لحاله؟ زلني يا اخويا، زلني عشان بحبك وكده اهو. يا بنت يا بنت احنا ما ننفعش بعض. ليش معنى دلوقتي يعني؟ ما تسالي نفسك يا تهاني. طب والله العظيم افضحك، روح اقول لابوك انك انت بوستين. تفتكر هيصدقك؟ طب بص ما تسيبنيش، مش لازم تحبني. لو عاوزني اتحجب البس لك الطرحه من بكره. طرحه ايه؟ والحجاب طرحه. امال عاوز ايه ده؟ امشي 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 امشي. مين؟ في ايه؟ مفيش ياما، ده كلب ايش؟ خشي نامي. ما تنامي انت كمان، كفاياك شاي. خيم ده انت؟ مالكيش دعوه. يوه اقرفينا انت كمان.
السلام عليكم. ولا شاطي تعالي هنا. هذا ايوه حاج. ايه انت اللي تعمله في شهرك يا هدي من الشعور يا مويس؟ ايه هذا الحلا دي يا الحلاق الحمارس المرايه بتاعته كانت مكسوره. ايه يا حاج وحشه ولا ايه؟ انت هتستهبل؟ خلاص يا حاج لو مش عباك هلبس طاقيه دريه. طاقيه تخفيك يا بعيد. ايه انا نص ما اعملها زي البنات دي؟ هي حصلت يا سافل. انزل للحلاق الحمار اللي عمل لك التسريحه دي قول له ابويا الاستاذ تمام بيقول لك رجعني راجل تاني، فاهم ولا لا يا ولا؟ هتقول له ايه؟ رجعني راجل تاني. حاضر يا حاج. شايفه؟ في ايه يا اخويا مالكم بتزعقوا ليه بس؟ مش شايفه ابنك؟ مش شايفه القصه اللي عاملها زي البنات؟ اما تلبس فستان يا ولا عشان ابقى خلفت بنتين، ابقى ما خلفتش راجل. بتضحك على ايه يا بنت الكلب؟ يلا هلا روح قول له رجعني راجل. حاضر يلا. حاضر جاتك البنا. ايه بس يا اخويا اهدى شويه، ما كل العيال كده تلاقيها الموضه. موضه ايه وهباب ايه؟ قطعه الموضه وسنينها اللي تربينا عليه يا زينب طول عمرنا ان الراجل لازم يفضل راجل، شكلنا مضمون. عندك حق يا اخويا بس اهدى شويه. اهدى ازاي بس؟ انا حاسس ان الواد ده بيفلت من ايدي. ليه بس؟ ما هو زي الفل اهو. طب ده حتى كمان بيصلي. بيصلي؟ بيصلي وايه كمان يا زينب؟ طول النهار والليل على القهوه وعلى النواصي. يا اخويا ما هو من ساعه ما خد الدبلوم هو قاعد في البيت، هيروح فين؟ مستني التعيين. خليه يخلي جنبك بقى لما يجيله التعيين. ما انت بس يا اخويا لو تشوف له كده شغلانه مش يكون احسن؟ انا اللي اشوف له شغلانه وهو ما يهز سطوله ويدور على شغلانه لنفسه ليه؟ عيل. الحاجه الوحيده اللي انا عازله فيها ان البنات دي فعلا بقت مقفله، والدبلوم اللي خده ده الظاهر كده انه طلع ضحك على الدقون، لا منه مهنة ولا صنعة ولا حتى تعليم، هاي فلوس بيلموها من الخلق وخلاص. يا ريتني كنت رميته في ورشة ولا علمته بجد. زينب قوم اعملي لي كوباية شاي ولا دماغي تلبت. حاضر يا اخوي بس انت اهدى شوية. صليب هو مال الموت بالحوم حوالين الحاره كده؟ خش انت حمل الكراسي عشان توديها لعمك سعيد. يا عباد الله وحدوا الله. منصور ابو سعيد رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه يا خرابي يا خرابي يا اختي. رئيس الجمعيه البنت جوزتها باظت، اعمل ايه؟ يا نهار اسود. قومي يا صفية ندخل جوه المكتب. عليها منين ولا منين؟ قومي يا اختي قومي يا اختي عشان ما تلميش عليك الناس. تفرش بك حارة ولا نص حارة؟ لا حاجة عدية كده. طب يلزمك بوفيه؟ عمنا بوفيه من احزانهم هو موت وخراب ديار. ماشي يا استاذ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دوام لله يا سعيد، شد حيلك كلنا له. شد يا سعيد، شد على الله يا استاذ. الله يرحمه بالله. مش عايز اي حاجه، اي خدمه، اي مساعده. خيرك سابع يا استاذ سلمان. هتدفن امتى ان شاء الله؟ مش هدفن، استنى ما يجوا امامي من البلد. ومال مع ان اكرام الميت دفنه احنا عندنا بكره بطوله، هيروح في ميعاده باذن الله، ملناش دخل كده. طب يا اسطى هشد انا؟ ماشي يا اخويا. انت قلت ايه يا ابني؟ هشد انا؟ ايه اللغه دي؟ احنا قاعدين في غرزه، ما تنقي ملفظك يا اخي. هشد انا؟ الدنيا اللي بقت كده يا استاذ. دنيا ايه اللي بقت كده؟ ده انتوا اللي خليتوها كده. لا حول ولا قوه الا بالله، كلام فاضي. وانت تشرب سيجارة، احترم القرآن يا أخي، ارمي السيجارة دي عيب. صح. يا لهوي! يا الله سبتني البيت، سبتني البيت. عيب اللي بتعمليه ده يا سناء يا بنتي، حرام عليكي كده، حرام. بنته يا أستاذ تمام، بنته. بس بس يا أستاذ.
واحد الله قول يا رب كل الله الباقيه في حياتك. ابويا انسى سلام ابويا. يا سعيد وصل طولك امال ما تفرجش الناس عليك. لا اله الا الله. الحمد لله يا اخويا الحمد لله. واحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله. انت بتعمل ايه يا فتحي انت كمان؟ اقعد اقعد. الله يرحمه. قلبه كان حاسس، قلبه كان حاسس انه هيموت. قال لي يا سامي انا حلمت اني لابس ابيض فاضي وماشي في خضره واسعه. اسكتي ده حاجه حلوه قوي. والنبي والنبي ده في منزله عاليه 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 في الجنة ونعمة يا حبيبي في الجنة ونعمة يا اخويا في الجنة ونعمة يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا I'm